وإلى شباك الدنيا، ويأتينا من مطعم لا توستاديريا في حي فينيسيا الواقع على شاطئ كاليفورنيا. ما بعرف إذا حتحبوا تشوفوا الفيديو. يقدم لمدة محدودة طبقا غريبا مكونا من يرقات النمل. صاحب المطعم يعتقد أن طبقه غني بالعناصر الغذائية الضرورية، وكله ثقة أن الزبائن سيحبونه. نتابع. الشيف فرناندو فيلا غوميز يقدم لزبائنه طبقا غير اعتيادي، الكافيار المكسيكي. هكذا يسمي الشيف طبقه المكون من يرقات النمل. يبدو الطبق غريبا، لكن الشيف واثق ان الامريكيين سيحبونه. فكرة مجنونة حقا. إنه ليس جديدا علي لأنني اعتدت على أكله، ولكن بالنسبة للأشخاص هنا يبدو الأمر رائعا، وأنا أطلب من الناس أن يغتنموا الفرصة لتجريب هذا الشيء. بعض الناس لا يأكلون سوشي حقيقي، وهي نفس الفكرة هنا. سيسألون كيف سأكل هذا الطعام، ولكن بعد تجريبه سيحبونه بالتأكيد. لا يمكن استساغة طعم اليرقات دون أن يتبع الشيف طريقته الخاصة في الطهي. من الطهي حتى التقديم، كل التفاصيل مهمة. مغامرة جديدة تستهوي العديد. لم يسبق لي أن أجرب هذه الحشرات، لكنني كنت دائما أرغب في تجربتها لأنني مغامر. لقد أحببته. يبدو الطبق جديدا، لكنه ضارب في القدم. سكان ولاية غواناهوتو في المكسيك ورثوا هذا الطبق عن أجدادهم. اليرقات تأتي من جذوع أشجار الصبار التي تتميز بها المنطقة. أما السعر فيتجاوز بكثير أفخم أنواع اللحوم، 180 دولارا سعر الكيلو الواحد. سعر مرتفع قد يتجاهله المغامرون الذين لا يتوانون عن تجريب كل غريب. Estamos en el